رحلة جوية مثيرة انطلقت من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا لطائرة من طراز F-16 تحمل وزير القوات الجوية الأمريكي فرانك كيندل. المثير في هذه الرحلة مشاهدين أن الوزير كان يجلس في مقعد الطيار، لكنه لم يكن متحكما في الطائرة، بل تحكم فيها الذكاء الاصطناعي دون تدخل من البشر. هذه الرحلة واحدة من العديد من الرحلات التجريبية المقبلة لإدخال أسطول يعمل بالذكاء الاصطناعي يتكون من 1000 طائرة حربية بدون طيار، ستعمل أولها بحلول 2028. الطائرة حملت وزير القوات الجوية الأمريكية في مناورات سريعة بسرعة 900 كيلومتر في الساعة، واقتربت من طائرة أخرى يقودها طيار بشري على مسافة 300 متر فقط. إدخال هذه الطائرات للخدمة يأتي ضمن سيناريوهات الحرب المستقبلية، بأن أسراباً من الطائرات الأمريكية بدون طيار ستوفر هجوماً متقدماً على العدو لاختراق مجاله الجوي دون المخاطرة بحياة الطيارين. وقال طيارو اختبار هذا البرنامج الذي تم إطلاق اسم فيستا عليه إن بعض الدروس سيتعلمها الذكاء الاصطناعي، مثل ضابط صغير يتعلم التكتيكات لأول مرة، ولا يمكن تعلم هذه الدروس إلا في الجو. ولكن الأخطر من ذلك مشاهدينا ما أكده وزير القوات الجوية الأمريكية، أنه يثق في قدرة الذكاء الاصطناعي في تعلم إطلاق النار بمفرده في المعركة الحقيقية. في الأساس الطريقة التي نستخدم بها الذكاء الاصطناعي هي أننا سنقوم بإعدادات معينة لمشاركة الموقف آلياً، ونسمح له بالتحكم في الطائرة لبعض الوقت، قد تكون دقيقة أو دقيقتين، ثم نقوم بإيقاف تشغيله مرة أخرى. مثل ما تعلمون هناك أيضاً ميزات للسلامة، فعندما نكون على ارتفاع معين وأيضاً عندما يمكننا الوصول إلى طائرة أخرى فقد نوقف العمل به أو نسيطر عليه، لذلك لم أكن قلقاً بشأن خطورة التحكم الذاتي الآلي.